عودة لمشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية، حيث التقى السيد الرئيس رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل على هامش القمة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل موفد إكسترا نيوز خالد شقير. صباح الخير عليك يا خالد، وأطلعنا على آخر المستجدات عندك. تحياتي سمر ليكي وللسادة المشاهدين. بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك بالأمس، ولقاء أيضا بشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، بيواصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءاته، حيث يلتقي الآن مع أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية هنا من خلفي بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. طبعا سمر سنتابع باقي لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيشارك في القمة السادسة التي القمة الإفريقية الأوروبية، والتي ستعقد بعد ظهر هذا اليوم وتستمر حتى يوم الغد. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى عدد كبير من المسؤولين، وعلى هامش هذه القمة سيلتقي مع أيضا بعض من قادة الدول ورؤساء الحكومات. والتقى أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس برؤساء من الشركات البلجيكية، وطبعا وسط ترحيب من هذه الشركات للاستثمار والعمل في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا سيتحدث عن القمة القادمة، قمة المناخ، قمة الأمم المتحدة للمناخ، والتي ستنعقد بشرم الشيخ في الشتاء القادم، والتي تستضيفها مصر. بالتأكيد أجواء هنا يعني كثير من الوفود تصل إلى هنا إلى مقر المفوضية الأوروبية للمشاركة بعد ظهر هذا اليوم، وسنتابع على مدار اليوم هذا اليوم ويوم الغد هذه اللقاءات التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي القيام بها على هامش هذه القمة، قمة إفريقيا أوروبا، والتي طبعا دعت إليها مصر عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقي في قمة الدول السبع في سنة 2019. أوروبا تعاني من عدة مشاكل، أهمها مشكلة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومصر هي التي أعطت الإشارة لأهمية الاستثمار ليس فقط في مصر بل في دول القارة الإفريقية. وبعد أن حضر الرئيس قمة محيط واحد في بريست منذ أيام، ها هو اليوم يستكمل اللقاء في هذه القمة ليعرب للقادة الأوروبيين أننا نعيش على أرض واحدة، وأن القارة الإفريقية تعاني كثير، ولهذا هذه القمة ستكون هي قمة التنمية وهي قمة التقارب الأوروبي الإفريقي. أوروبا تحاول العودة مرة أخرى إلى إفريقيا من خلال تقديم المساعدات التي كان ما زال يدافع عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خالد اسمح لي على المقاطعة، هناك حديث عن يعني تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع رجال الأعمال في بلجيكا الفترة القادمة، يعني ما هي معلوماتك الأولية عن هذا الملف؟ بالتأكيد أشكرك سمر على هذه النقطة. كان هناك لقاء مع رؤساء ثلاث شركات كبيرة بلجيكية، وهذه الشركات تعمل في قطاع الطاقة. الحقيقة أشاد الجميع بهذه الطفرة التي تحدث في مصر وبصفة خاصة في مجال الطرق، وأيضا تقديم المساعدات الكافية للشركات للاستثمار في مصر. الشركات البلجيكية حرصت على شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدثت عن يعني رغبتها في الاستثمار في مصر، وبصفة خاصة أن مصر تملك الكثير من المعطيات، منها من الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة النظيفة، ولهذا كان هناك حرص أيضا من خلال رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بالرغم من أنها تربطها الكثير من العلاقات الودية مع بلجيكا، إلا أنها تريد المزيد وبصفة خاصة في الإطار الاقتصادي والتجاري بين البلدين. خالد، بخلاف الحديث عن تطورات الأوضاع في ليبيا، ما هي أبرز الملفات التي تم طرحها على طاولة النقاش؟ شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي كان له تصريح بالأمس، كان تصريح رائع جدا عندما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في بروكسل وفي طبعا مقر
المجلس الأوروبي، تحدث عن دور مصر في التقريب بين العالم العربي وأوروبا من ناحية، ودور مصر في محاربة الإرهاب ومحاصرة الإرهاب، ودور مصر في التعددية والحوار بين الديانات. وتحدث أيضا على أن الاتحاد الأوروبي يعني يريد أو يراهن على الحكومة المصرية وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في حلحلة الملف الليبي، وأن مصر تملك من الإرادة ما تستطيع من خلاله أن يكون الملف الليبي الذي يمثل مشكلة كبيرة جدا لدول الاتحاد الأوروبي أن يتم حوله بين الأشقاء وتقريب جهات النظر، وأن مصر العصا السحرية كما ملكتها في حل المشكلة الفلسطينية وإيقاف الاعتداء على غزة في العام الماضي. جزيل الشكر لك زميل خالد شقير، موفد إكسترا نيوز في بروكسل، أشكرك شكرا جزيلا.